من ما يقرب من 15 سنة في جميع محافظات الجمهورية. للأسف كان محافظات الصعيد ما كانش فيها أي محطات طبية. بدأنا بمحطة وطنية في سوهاج، إن شاء الله هنكمل أربع محطات، وإن شاء الله النهاردة بنفتتح أربع محطات وطنية في محافظة هنا، وإن شاء الله المحطة الخامسة في حوالي نهاية شهر 6 إن شاء الله هنفتتحها. الهدف من وجودنا في محافظة الصعيد إن إحنا بنؤمن الإمداد بالمنتجات البترولية، بنأمن الإمداد بيها بالكميات اللي بيحتاجها الجمهور، بالأسعار اللي محددها الدولة، بالجودة اللي بترتبها وبتحددها الهيئة المصرية للعامة البترولية. ده في إطار النهاردة، بنفتتح النهاردة المحطات في إطار الاحتفال بالعيد 34 لتحرير سيناء 25 أبريل. بنهني السيد المحافظ بالمحطات النهاردة، وحقيقي أنا بمتاز هذه الفرصة في تشريف سيادته. ما كانش ممكن نوصل للمستوى اللي احنا وصلنا النهاردة إلا بدعم معالي المحافظ. بنتمنى إن شاء الله إن احنا نبقى عند حسن ظن جمهور محافظة هنا، نقدم لهم خدمة مميزة اللي بيستحقوها إن شاء الله. بنقول لكم كل عام وأنتم بخير. حضرتك من كل الشعب المصري. سيادة اللواء عبد الحميد الهجاني، يعني ده يمثل إضافة كبيرة للمحافظة أيضاً، وتوفير لخدمة أساسية بيحتاجها جميع المواطنين، وهي توفير المواد البترولية، وخاصة إن إحنا مقبلين على موسم حصاد القمح، وده بيحتاج كميات كبيرة من الوقود، وكنا بنعاني في السنوات الماضية. أكيد ده هيعمل وفرات في المحروقات اللازمة لهذا المحصول الهام. يا ريت حضرتك تكلمنا عن ما تمثله هذه الإضافات بالنسبة للخدمات في المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا برحب بسيادة اللواء محمود عرفات، بسيادة اللواء عزة أبواح صاحب المعام على تشريف محافظة هنا. طبعا الشركة الوطنية للبترول الحقيقة عملت معانا هنا إنجاز غير عادي. المحطات زي ما قال سيادة اللواء محمود عرفات الأربعة والخمسة إن شاء الله بتتم إنهائها، بتمثل فعلا إضافة حقيقية، وكانت ناقصانا فعلا هذه المحطات وعلى المواقع اللي هي مبنية عليها حاليا. يعني لو فكرنا النهاردة إن في المحطة اللي إحنا واقفين فيها دي في بداية طريق هنا نجح حماد الغربي، نلاقي دي واخدة يعني مكان متميز، زائد في واحدة في نهاية الطريق إن شاء الله برضه هنزورها اللي هي قدام مدينة مرقة. دول أنا بعتبرهم بس مش توفير مواد بترولية، ده تأمين للطريق كمان الحقيقة. ده من ناحية. من ناحية تانية هي مش مواد بترولية فقط، لكن مواد غذائية. يعني لو دخلنا السوبر ماركت هنلاقيه على أعلى مستوى، يحتوي على كثير من السلع المهمة للمواطنين، في لحوم، في دواجن، فهي بقت أصبحت كمان يعني تسوق مع تموين السيارات سواء بالبنزين أو السولار. الحقيقة في كمان يعني عاوز أضيف إن ده برضو تشغيل للعمالة من هنا، لأن النهاردة إحنا يمكن المحطة دلوقتي فعلا تم تشغيل فعلا كل محطة حوالي كده هتتضاعف. يعني يبقى كل محطة يبقى فيها حوالي 25 ان شاء الله من العمالة هنا، بخلاف طبعا السادة الضباط وافراد القوات المسلحة اللي موجودين في المحطة. فبنشكر يعني القوات المسلحة على جهدها، وان شاء الله بنتمنى مزيد باذن الله من الانجازات على ارض المحافظة باذن الله. شكرا لك.